بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا ودين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. برامج كيني الموقع براتين عضاها يكريم يدي سوكرا نغو مقعابي تري أفر ونكسن كاسو أنو قهد جرني أريم بضان أبو سابسن أفر كاي رمضان كان هذا ما أنت برامج كو حمرتي هو فيتور علي محمد صالح وجوغا نوروي أصلا شيخ وحاويدين دونا إن شاء الله موضوع الكوال هذي دونا وحاوي هاي ذاتك عمر دارك له يوحيا بها لقربه بشهر رمضان هذا مركا روحا بسود وين هي فضيلة الشيخ الدكتور علي محمد صالح شيخ أنا بسود دعوة تيفي هي برامج كأفر ونكسن محسن دعما عندوح شيخ راعي واقع المنطقة هذه إنه سيدا عن هري وشعري ما وحى ويا هيدا كعمر ضار كيسكلي بيشل بارك الله الموقع إن شاء الله ضد كاسو حيين يوم عمر ضار هذا مهم كاه يا رمضان صوم كل وقت يكما دو الله ودليل مقصده بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد هوري هرامبا مركي إلهي سبحانه وتعالى ويري ربي إذن ساري إنا الصنطان مالمو فركو ترسأ وجددنا أي تهي لعلكم تتقون إني هالكاس المدرسة إذن نقطو وأدبرتان وحد إلهي سبحانه وتعالى حدود سكو إلى للهيدين مركي ليري هذا هو أي سيس عدن وحليل فمن شهد منكم الشهر فليصمه إدي هذا لك وستبشع يضع بالرمضان وفي ربك يقدره كنوا نوالاده أو هلاله هصومه مركا فمن شهد منكم الشهر فليصمه ستحرم وضبا إنو قفك الجوغه مسلم يهي صان كي كواجيبه سد حدا وي موجس آياد سايتاي هدانا مرهدي لي ريدن كو دنبا واجب ويدن كو يهي صوما هدانا شريعة وشريعة إلهي سبحانه وتعالى يسري اوغو تلقلي آياد سد حاد سياق ان كهل ليس با إلهي وحي كله يريد الله بكم إلهي وحيدا للربا فضيت وليس إله سبحانه وتعالى من ربه أيضا مجنسة إن إلهي فضيت ولرب أدو مديسة وليس أنه للرب ما وحا إذا عذي سياق لغة أهر لي ضدك أي صورت قلت هاي إن أنا سومي كريم وضد الحجرة ظروف الدرتيد أنا سوم كودي كريم dadka waxay isugu jiraan marka dad iska afuraya oo dibna ma kasoo gudaya soonki ee dad afuraya oo halkii kasoo gudi lahaayeen ay fidiye bixinayaan oo maalinka ka tagi qof miskiin la quudinayo ayadu ilaahay subhanahu wa ta'ala markuu li ayyama ma'dudat markii la tilmaamay kadib ay waxa la tilmaamay dadka ay suurtagal tahay إن أنا يسوي مكرين ظروف تو أي كانت وقفك مسافر كهكذا مثلا سفر بعد كل جرتا مسافة دي سفر ك صلاة دلو جابين لها بعض شيء سفر كسود دون هالنقطة لوكسس هالنقطة هوتيل بك هدا دون تي ديارة ماشى دون تي كفاريسو معنا ما صمينيش وهم مهمة وقفك إنه مسافر نقطة قديم نعرف كيسة اللو دايو كريتان كيسة مرة دي مسافر ونقطة وقفك يبا حدي بيسوق قال له ولو قال لي قف كاسو انو ها وافره لكن ما المهي كتجي ما بيش ادم بو سفرها ما ثمان يدا كم دو سفرها ما هاف كيد بو سفرها ما صدح ما مو بو سفرها انت دون طبعا نقطه سفر كا مره وكبر كدب فعده من ايام اخرى اي فعليه قضاء عده من ايام اخرى ما المكله بو سوق يعني بشكله
شوال، ذي القعدة، ذي الحجة، إلا مركز آخر كلا قال كاولي نو شيغي وفوريا ديدو كسوق الليل قفك الله بعد وقفك حنون سن حنون كمركة إماري صلى الله نقيبيننا حنون صورة قلة إلهي سبحانه وتعالى وانك عدتك وهي إيه ينو قفك كسو كعوه مثلا قليم بالقسمي حلو شيء قفك كان ليح بلوط ينو دقاق 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 وديبيو دوو ينو كو خسبان يسدح بلا الله بلوط حنون كانوا حنون ما أرقتي في وح ساء ودرن معها لكن بروسيجر كاوحو كينيا بل لاب بلا سدح بلاد وبش رمضان كل صوب بيجن تري قيب كمينه إنه زقفك أنا شو ميكرين هل كان مركه قفك إسقى وإسقى فريا جدا بكسوق اللينيا محيا له ومرض يرجى برؤه وعف حنون أي أب ضنته هاي إلا جب بكسود حنون هذا نميت كضان هالنقطة إن جو أم بع كم جعابين وح أبدي وح مؤقت أنت يدون طلع نقطة إلهي جعنتي شو بحكو جيراني لكن سنسان تمركا موقتا اما با نوع عذرك ايه وطن امو وضع عذر لك صوقع بدانا ابريشن هذا ايه مال مهما كاكو حديده لكن وحا جيري حانون يسوقو دائم اه سي مثلا ضدك كني فيلير كابا او كالي او كليدو اي فينش تهياني شقينين او كالي او بيها انا نكمار من مرو بابا سي قفك ان وضناها ابريشن لك اسم بيه مشين بكو جيري او كالي ضد واحد لقيا با نوع دايب كأي قبان أما سمكرتو ده معان كأي قبان ويهيت وصل ريا أو كلام وأنا دأنا والوه اللي ده حال ده هسا كلام وحنون إن جوكتا أمقلا كاسا كلام ويسك أفوريا ما لينك سئ كتجنا وحال وقودينا يا مسكين بوقودينا يا كامرك وحلقو مجعبة ومرض كي مزمن كأها أما با واحد لقيا قان شيء يسوق permanent أي جوكتا أنا كلا قول لهم وحكوا له لو أقول لي هاي بيش المركز اللي جرو قف يسوق داء داء مركو داء هاي أو كلا وداء درتي ده هذا الرجال الله جمع قوي أنت صايا راضو وصان كي يسوق ده لكن وحنا مرة يا هير معركتي وداء هاي مركو قف كلا بان نوع بونو من كرا قف ما إنك يسوق جرو وحكلا جران كرا يقف يسوق أساس قي تتبي سكو درضر صمي كامركو دو خرف وقار يسوق أحكام تنبو كبحي قف ما نكيس الجوغة معها تكليف كبو كبحي لكن قف وجوغة أود يسو نوعا ما ومبان كروسي كعين معها يعني أود يسا معها فت معها سيد الغبي معها لكن وقف أن أود يكسو من الهماشي أنجي لكن ما نكيس وجوغة كان وأفوريا رقيا دومربا لما يدديك عدي دون طهان نقطه ديب دنبا ايا لغا سوق اللينا وحكالو لميدا هوين ايدا ايادو ليقا قبتا اما ليقا سو هن نقضو كي عادادا هاب اللها هن نقضو اما هن نقضو ميتكي دالمدا نفيس نفاسك هن نقضو ايادونا ويا فوريسا ما الميهي كتاقي ما اسبوع بعد دافي ما صدن ما موت بعد دافي ديب دم بيك سوق الليني سمك انت حد عنو تدماني احكام تابعي لي وحكا لها لك سوق قليمة الحامل والمرضع هوين اذي يوضو اوركا له هي مدى يوضو المهن والجنيس لابدا ايوغنا واي افوريان وحاسي فقهاد واي سويديان حداي افوران ما ديب دم بيك سوق قذيان مصه فيدي بحنايا شر رأي أو أراد فوق هذا ما يشاء تعالى سدحنا هو وينهين مد إنا له حال صارا أمكلي قلق مد له حال صارا أمكلي معركة فيديو مد له الوضع اللي يسوق دريا يوم مرنا له ما يلا يصب بقضي مسائل ما هي أب بقضي ولا كلا صاريا وحس تيسيرك أم وغضا إنها وين إذا سيدا أو كلا إنتي إسكا أفرته هذا يقول لا ده هم إنه جنسه ديب دمبا ما دام أي أذكت هاي إنه سوق الله يسوع إنه في ديني دي إسكابيسه على ده بيش أن أقول لا ده هاي سنة ككرنا علمه إنه جنسه كيف كحجنا أيالته ككرنا إنه جنسه إذا حير إنه نقضان
وعدكانيسة سعيدين أراك الوفقية وهاجة دوحوكوين وجمهور تأيو وفكي دقادانية أما هالك أوجوغ علماء أي جوغان فتوضوغة أدلة دا حوكة بضانة وحوكو مجمع وقادان كرا لكن رأيغن والرأي أمو قان كرا إنو هالك التوشير وكجرو إسكو صدو دو بوحان تلمان مركة شان قولا أيانو تلماني وقف سفر كجرة وقف حنون سن وقف داء وهويني دا ديجا قبتا ما ديجا هن نقضى كيد المضى أنا كيد بالله أها وحن كلو كسو قبا قبيني هوانكا يوغو حن يجيني أما با أوركا له إنتا مركوا دادك مع ذوركا إلى اللي يهوي أفوري كرام شيخ أنا أدى دمها تسنتهي إلهي سبحانه وتعالى أكابا مريو إنتا سأل نوقع ذي شيخ أنا دادو حاجر هادر تاني تسيدها لأبنا إيبا أدونك وحا أفيي أما كل حجرة ما عذر كان كرانا لينا waxaa dhacda qof soon lagu leeyahay ama soonkii hore lagu lahaa isaga uga afur ku afuray darteed xanuunkaas dartiis uu afuray kadibna geeriyooday qofkaas oo kale soon qalo ma laga soo qalayn karaa soonkii uu afuray bismillaah ala barakatillah ayadi aanu ararahaan ugu furfuranay kelimada waxa ahayd faman shahida minkum shahra falyasum qofka inta maalmood uu joogay مثلا طوال ما المضبو سنة كي لصوات نافي كان نولا أما صونك كان طوال ما المضبو نولا طوال كان ما المض حنون بها هي مسؤول مكيرين صاصو كل انتي طوال كان ما المض بقول لي لو عطان كان ما المض الدم فمن شهيد يكون بجر وابد انتي وابد انتي مركب حمر كان لقى مرة مرقو صاو انتي كدي وقفك كان طوال كان ما المض كتجانا صام عن هو ليه هنا وايتهاي اللي جسوا مكاره إن ما عرفتي في دي اللي جاب الحين كرنا وايتهاي وبالله توفيق ما شاء الله برضو ما سنت يا شيخ أنا تدو حجرة عجزي صوكة وقت هذا عاجز نيم صوكة وقت هيك أنا عجزي جرا أما تو إن هو شقادي يا أيوب بدن أما تو إن حمل شكتو يجا كور قدك أرد كلمة عجز مرك الله شيء وقف صومال ومعنى يكوت هاي لغة العربية معنى يكوت هاي صومالي جا كلمة كسل مكان عبرين أو laziness أو في مثلا عجز جيدة أو كلا و dib sana inu aragtay soomo u yiraahdo maya shaqo jirta maya class ba jira maya shir baan leh maya taawa kasal wal wajid kaaw ajzi yusuu ajzi waxa lagu magacaabaa qofku dadka hadda aanu tilmaamayno oo kale waxa kamida midalan sheekhul kabiir al ajuz ba la dhaha oo yani buu raba qofku inuu soomo laakin ma soomi karo tamarti ba u diiliis marka taama laakin waxa laana dadka wahsiga oo gartaga taasan leh filmada saaq iyo gaddaqay qasan يلا دقيقة سن دتك وحشية هي عجديك وقتي قفقة دتك شيء يقول نوردار مالها إنه وجدان وحن واجبين بنص الكتاب آيات سي موجي حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم سون موجي إجماعي سون موجي قياسك سون موجي عقلي سون موجي إنه أنت إسكو صدر واجب كم تيجي كره حديث أي جرت مشقة مثلا بدنا وح إنه يمد سؤالها dadka imtixaanada galay oo kale ama dadka mathalan hours xiriira shaqeynaya oo kale oo kala go'an lahayn oo kale asalku wuxuu yahay adigu la waaberiso soonkaaga shaqadaada tag kalaaskaaga gal imtixaankaaga gal adoo sooman adoo qaacadii imtixaanka fadhiya mathalan holkii examka ama qaacadii ikhtibaaraat halkii imtixaanka baa wareer kugu yimid mathalan ama adoo shaqada jooga ayaa wareer kugu yimid ama harad intuu ka batay noqon bakara inaad halka ku nafweysid macnaa qofku uu xitaa oksijiintu waxay ka xirmayaan oo kale xaaladas mashaqaatin oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala laa yukallifullahu nafsan illa wus'aha hadii intaad wareertid ama noocan ma aad kala garan wayd meesha aad joogtid oo adigu si kale aad noqotid afur oo dib lama ka soo qallee laakiin berri baan imtixaan leeyahay berri baa shaqa shifti dheer baan leeyahay iyo بالريبة وحال لغيبة درايفين دارين عن قلائي وان سفر اهينا لكن مقالة نحديد ومصافي السفر كان انهيني سادرتي ما داما ان دريما يوحي انو علاش ايمان دون واسك افريا تاسو دين ماها تاسو ماها تن معركتي دينتي شريعة دو حي هيد ماها لكن شريعة دو حي كلها ده هاي باشر ارتا اديو فراح لقل اضو وضا ايا وعباكو سوهكي تمرتي باكو دي دي وفكي انديه باسكة لنقضي وسكو در درسامي إساقر أنسي كالو النقضي حالات قارو تيميد بوهي
وانا ولذلك بعض انا حتى ضدك سنكرت نمبرات عادي يدو سرين طبعا وكذا يحنونا دسكا خفيف وكذا وقف وحال ربا وانت صبي الهي عفماتك ودح دقيقون بسكو ضيو لكن ويش هدي انت رود لد وقارا وقف كيسي سوي حران مركات انت مرتاسو انت هسي قارسي سي انت كران كيسان او طلب صدود شيخ رأيت بالضم هاتسان تهي سوكي هوريتو هدو حنون ايجا تهي كدبنا الهي عافية يلا قرم يا اللي يقول لي هاي مسرح اللي يقول لي هاي انا تطقو ديو الحمد لله طبعا وحانت الماني برنامج كمركو بلاباني او نكهليني ذاتك عدارتا يعني أسا محينين إن أي صومان بواحد تلماني حنون كيون ولا بقى وقيب سمو حنون إسكا تمبري أه وقفك جوكتا أنا نهين وكاكا رجا مركا له يميد سنككا عين وطا صوت تلمان قفك أن هذا أدوها لذا هاي سؤالش هذا كم وقتا وعافي ماضي مرهدو عافي ماضي وعنو صونك صوق الليل فيديو waxaa lagu tala galay qofka aan rajada lahayn wadiyalika halkan waxaan kaga faa'iideysanaya su'aalaha dadka soo dira ama in weydiiya wuxuu kaaga bilaabaya inta uu bixin lahaa oo fidiye ay cid u siin lahaa halkuu ku weydiin lahaa horta nooca xanuunka hayaa ima yahay nooc u saamaxaya in uu fidiye bixiyo mise qal yani horta inuu weydiiya ka horreysa markaad baarisid dad badan dadka waxaad ogaanaysaa in xanuunku yahay xanuun بدي لا بلو قلين وقال درتيد أما ليري كنين عن مجوجين كرت لبضع بلو هذا سحرير وقاضو كدي منو حنو لقاك عايو مركي بلو كويدين يا فيديو وتاوي خلطنت حنون كمركو يا حنون عن رجال هاي سيدا مثلا فيلر وكل عاي وغنيه بقى أوبريشن كديرة مشين وكل شقين يا قف كحالة كل كديرة أداء بعتمد إلا الله مركان أنا من إحسان نه فكر كي أنا رأيي في قيها لها الحامل والمرضع iyo bab kale way wado dheer oo runtii meesheedan aan ugu tegi doono marka aan akhrin doono kitaabka Nobel Lansan biidi Ilaahay subxaana wa ta'ala ma soo socdo hadda dumaa santaa sheekhana insha Allah kitaabkaasna waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala inuu si toos ah uga bixi doono TV gan daawo TV hadoo Allah uu dhaleeyo sheekhana si hadda aad ka dhawaajisay haweenka uurka leh ama haweenka nuujinaya iyada kuwa waxaa jira ku xanuunsada ama uurka ku xanuunsada oo kaleeto kuwa qalama leeyihiin mise hadday kusoo gasho bilaha ugu horeysa oo kaleeto saddexda bilood ee loo yaqaano walaaca oo kale طبعا سيدو دوبان waxaan u tilmaannay marba haddii uur uu jiro haddii aan qaadanno fatwada ah fidye keliya la bixinaya marba hadaan qaadanno bimujarrad marba haduu xamli uu jiro أما نوجين أي جرتو أور أما نوجين أما هكو حانون ستيان يكو حانون سنين إن أي لا ذا هاي ما عرقتي في ديدا إني بحينيس ألكا فقهدو الجمهور تأي كلا سارة يانو إليه إن كلا سارة يو ميادا اللفسد ديدا ميادا إسو بقضي مس أولاد دي بقضي ولا كلا سارة يا مرنقا لك إليا لسارة يا مرنقا لك إي فيديا لسارة يا ولا بضع لسرع عينيا وحن هذا لك كسو مركي بكسو قبقبي وحن نري siyaadan ba ugu wareerin fatawidan kala duwan qof walba meesha uu joogo culimada local-ka meesha jooga fatawida marka meesha ka shaqeynaysay waa inaad dhageysataa waana sida quruxda badan ee marka dhowrsanaantu ay ku jirto ha noqonin qof mar walba isagu raadiya halkay u dabacsan tahay wabillahi tawfiq aad baad umaasantahay sheekhana waxaa jira dad xanuunsan bisha ramadaan ama inta badan ba iska xanuunsan sida dadkan sokorta qaba ama dhiigarka qaba qaatana ama kiliyaha laga dhaqo kaleeto mar walbana u baahan ama in kiliya laga soo dhaqo ama inuu cirbad qaato cirbadaas uu qaadanayo ama kiliyadaas laga dhaqayo soonka ma jabiyaan isku soo duuduube dadkan dialysiska ee la nadiifiya ay mushkiladna leh soonka saa ku buri maayo cirbaduhuna waxaan u qaybinaynaa laba qaybood irbadu haday nitrous tahay oo ay tahay mid iyadu jirka nafaqeynaysa taa way tan soonka burinaysa laakiin haddii wax nutrition aanay wadan oo nafaqo jirka aanay u gudbin waxa kuma jabna marka badanaa dadka la mariyo raajitada la mariyo la soo dhaqo la soo nadiifiyay waxa kuma jabna inkastoo ay culimadu isweydiiyaan haddii jirka kiimi wax saas oo kale chemicals wata lagu sii deynayo oo kale
hadii ay tahay way isweydiiyeen, laakiin dadka saas oo kale processes mara waxba kuma jabna, haddaana iyagu saa ku daciifay. Laakiin qofka hadduu dareemayo inuu daciifayo, inuusan wadi karin, marka wuu iska afuraya. Sheekhana aad baad u mahadsan tahay. Sheekhana, gabadha aanan garanaynin xaydka iyo sida la isaga daahiriyo iyo inuu ku dhacay in kale baan kala garanaynin, kadibna isku aragta maalinkaasoo dhan markay soontay, habeenkii isku aragta, ama maalin galbihii oo kale intaana la gaarin afurka isku aragto, dhiig iyo waxaas isku aragta, waxyaabihii lagu yaqaanay calaamaadkii, iyaga ma horta asalku wuxuu yahay, waxaan qariibsanayaa in la yiraahdo qof muslima oo casrigan jooga ay kamerooyinka saa dadka lala daba ordayo, oo qofka access u leh baraha bulshada meel kasta uu maqlayo, oo IT era lagu jiro, oo wax kasta aan la socono, in la yiraahdo maanta gabar muslimada casrigan nool ayaa waxay isweydiineysa ama aanay kala garan karin inuu soon ku waajibay, inaanu ku waajibin inay dhiig qabto, in kale iyo axkaamtu waxay tahay. Horta waa gariib, laakiin haddiiba ay dhacdo, ma mooday inay hadda suurtagal tahay, laakiin haddiiba ay dhacdo, dabcan waa inay barato axkaamta, waa inay barato. Waana sababta aan u leenahay mar walba madaaristeena tarbiyada gudbisaay keliyaani xifdi dadka ku mashquulinin, waa inay xoogga saaraan in masaa'isha bidaa'iga la baro, gaar ahaan dumarka yaryarka, gabdhaha yaryar, hablaha yaryar, in xoogga markaa la saaro. Haddii dabcan gabadha iyadoo maalinkaas ooman uu dhiigga uu ku dhaco, ama aqoonha u yeelata, miyaanay u yeelanay, maalinkaas soonkiisa waa la soo celinaya. Maxaa yeele waxaa shuruudda ka mid ah inay gabadhu iyadu markaa daahiray noqoto. Sheekhana aad baad u mahadsan tahay, ilaahay subxaana wa tacaala ka abaalmariyo waqtiga aad na siisay. Waxaad nagu soo gabagabaynaysaa barnaamijkan afur wanaagsan, wixii tala ah insha allahu tacaala kusoo dhawow sheekhana. Dabcan horta hal qodob baan rabaa inaan raaciyo intaanan gabagabayn, oo ah masaladan iyadu casriga ah, dadka hadda waa la tallaalaa si marka qofku jirkiisa uu immunity amaba difaac u yeesho. Waana xamlo meelow markaa ka jirta. Mar haddii aan isla garanay in tallaalkaas waxba aanu ku jabnayn, waxay dadku ka walwalayaan ingrediyentska ay leeyihiin, maxaa ku dhex jiri kara, ma doofaar baa ku jiri kara, dhakhaatiirtuna ay noo cadday, maxaas aynay shaqo ku lahayn. Safety-giisa iyo ilaahay ka sokow waxaa kaloo xadidaya dhakhaatiirta, arrin iyaga u taal weeye. Laakiin shariica ahaan qofka ballan leh maalinkaas isagoo sooman wuu tegi karaa, waa la soo tallaali karaa isagoo sooman, soonkiisana wuu wadan karaa. Ilaa allahuma bahashu waxay leedahay symptoms iyo caraad yar bay leedahay. Qofba waxaa laga yaabaa markiiba inay sukhuuno iyo xumad iyo qandho ay ku bilaabato, qofbaa wareer ku iman kara oo kale, qofbaa dawakhi kara oo kale, qofbay tamartu ka tegaysaa, qofbaa si kala noqon kara, qofbaa ku xanuunsan kara, waa suurtagal. Ilaahay inagoo dhan bahayna badbaadiyey. Xaaladda markay timaada kadib, markuu mashaqo dareemo oo kale, in uu afuri karaa, dibdib buu kasoo qallaynayaa, waxba markaa kuma jabno. Laakiin irbadan la ysku tallaalayo maaha mid iyadu jirka nafaqo gelinaysa, saa darteed soonka saa kuma burayo. Keliya waxaad u joojin kartaa haddii mashaqa aad dareentay, matalan biyo badan baad u baahatay oo kale, noocan markii waxaad dareentay tamar daraad dareentay oo kale, markiiba xumad baa kugu soo booday, waxaad u baahan tahay kaniini inaad qaadato, wayna dhacdaa marka taa marka wata. Gabagabadii waxaan dhihi lahaa sanad hore iyo sanadka kanba waxaanu kusoo beeganay xilli runtii aad iyo aad u adag. Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanay, horta ilaahay inuu naga qaado, waana imtixaan xaggaa ka yimid. Ilaahay subxaana wa tacaala naga qaado. Dad badan baanu halkaa ku weynay oo ma aragtay xigta iyo xigaal ba leh, asxaab iyo asdiiqa ba leh, culimo iyo macalimiin ba leh. Ilaahay subxaana wa tacaala hau naxariisto. Waxaa dardaarankaygu uu yahay qofka muuminka ah markasta iyo xilli walba uu joogo, goor walba uu joogo, cibaadada uu la saaxiibaayo marmarsiiyo markaa uma raadiyo. Horaana innaga u niri salaad siday kuu qabataa loo tukadaa. ودينتين وفلكسبيليتي يروح كمان أي من امرأة أما أي من رجل أدركت الصلاة أفك استي صلاة أي هلاشو ملك السجود إنه كنت كنكر هذا هدي مساجد أي حرينه أما restrictions في ربنا وجره تقول له كنت كتراويح الفضل يقول له كنت يقول له كنت كذا أنت هذا وحب دسان ترى القرآن بل تكأذي غير هالك هالك كنت كذا مرمسيها ترى ربنا
ma aragtay waxan bay ahay halkan bay ka dhacday qofka inuu joojiyo waxa loo baahay marka yani farabadan baa inoo soo baxay meelii la fariisan jiray baa naga xirmay dadkii isu imaa shuhri baa la istaajiyey waxaa la rabaa halkan waxaa soo baxay gaab aad iyo aad u weyn qur-aanka lagu khatimi karay intaasoo jeer waxaad arkaysaa qof ilaahay qur-aanka xifdisiyey uu ilaahay hal juus hal hortaagan iyadoo juusku aanu sahlanayn haddaan halkaa ka badi isku day qur-aanka markay ugu yartahay inaad isbuuci khatintid saddex maalmood ku khatid aad ku khatintid inay gurigu ay yeeshaan jalsa markaa dadka wada fariisaan qur-aanka wada akriyaan in intaasoo culamaa ilaahay subxaanah watacaala ummaddeena ka soo dhex saaray bal dhegeyso duruusta tirada badan meelaha ku jira wax horey loo duro hadda socda aad arki doontaa ka faa'iideysa marka ha noqoto bishan markay timaado bil aan iimaankeenna aanu danabayna ha noqoto bil markiiba aanu ka sahay qaadan ha noqoto bil ilaahay subxaanah watacaala gacmaha la rito ha noqoto haddii maanta dadkii judaismka aaminsanaa christianityga ee synagoga ay tembalada horta tuban yihiin oo ay leeyihiin musiibada dhacday gacmaha in ilaahay loo taagto wey qofkii muslimka ahaa ama yujiibu almudara idaa dacaahu garowsanaa ee fahamsanaa qofkii muslimka ahaa ee fahamsanaa halka loo carari kara inay xag allah ay tahay qofka muslimka ay kusoo degtay fafiruu ila allaahi qofka muslimka ee la rabay inuu dadka ugu horreeyo inuu arrinka u garan waayo maantana meelo kale ku mashquulo maa waa bil la rabo in lazaad qaato wey waxaa ugu horreeya diyaarsanaysid intaadan bortofolio sambuuska aadan ka fakerin inta aadan ka fakerin raashinka aad cuni lahayd horta sajaayada halkaad dhigan lahayd musallahaagi iyo musxafkaagii maxaa yeelay salafa hadi lumma bisha shacbaan marka la gaaro bay boorka ka jefi jireen waxaalla wixii markaa masaaxifa la aqrin lahaa xataa qaar sida imaam malik oo kale xataa tadriis alxadiid wuu joojin jiray qur-aanka loo tafarugu jiray qur-aankaad xifdisan tahay nuuri waxbaad haaf baad xifdisan tahay dhamaystir aqrintaa kugu adag dadaal maantana ilaahay subxaanah watacala wuxuu noo sameeyey badiilkan khayrka badan hadda innagoo saa u kala fog masaafada isu jirna oo yurubi afrika kala joogna ayaa kelmaddeennu markaa ama kelmadda markaa issoo gaarsiin karna wax kalena maaha bifadli ilaahay subxaanah watacala dacwadiisa iyadu ma istaagayso hadda waxaa loo baahan bishanu ha noqoto bil iyadu special ah oo tii hore ka duwan kooiytoban bilood baynu soo martay waxay nugu martana way martay laakiin bishan ha noqoto bishii runtii loo dhabar adeegi lahaa loo jilib xiraan lahaa cibaadada ilaahay la hor istaagina la isu bihin bihin lahaa ha noqoto ilaahay subxaanah watacala waxaan weydiisanaynaa soonkan inuu naga aqbalo iyo salaadeenna iyo qiradeenna ilaahay waxaan weydiisanaynaa intii dhimatay inuu naxariiso inta hadda xanuunsan in xanuunka ilaahay subxaanah watacala uu ka qaado innagana ilaahay naga badbaadiya xanuunka ilaahay waxaan weydiisanaynaa meel kasta aan joogno ilaahay inuu dhowro ummadanna maanta dhibaatada haysta meel kastay joogaanba ilaahay subxaanah watacala dhibaatada ha naga qaado inahu jawaadun barru ra'uufu raxiim wasalli allaahumma calaa nabiyina maxamed wacala alihi wasaxbihi wasalam bidowri idinkale waad mahadsan tihiin ma aragtay cabdiraxmaan iyo bahda t v-ga addacwa iyo qeybaha kala duwan ee kelmadda sii gudbin doona ee t v-yada kale iyaduu markaa iyaguna duudanayo ilaahay subxaanah watacaala ha naga aqbalo wixii aan nari wa jazaakum allahu khayra.